مدينة الرستان، سوء الحالة الإنسانية بمدينة الرستان، والأهالي يقومون بالخبز من أجل تأمين لقمة العيش بعد انقطاع الخبز بشكل كامل عن مدينة الرستان وغلاء الخبز في مدينة الرستان. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التنور الذي يقومون بصنع الخبز فيه. مرحبا يا حجي. اهلا وسهلا. شلونك يا حجي؟ الله يخليك يا عيني. يا حجي طيب، شو اللي خلاكم تعملوا خبز على التنور يا حجي؟ من قبل ما يعطونا خبز، نحن فتعة لا تعطونها في الطيب، يوم اي ويوم لا تضرب طار، توازينا نسوي تنور ونخرج. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا حجي، احكي لنا شوي هون عن سوء الحالة الإنسانية بمدينة الرسان. ما في أسوأ من هيك. طيب شو اللي خلاكي تعجني وتخبزي على التنور؟ ماني عم اقول لك قلت الخبز؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هيك طيب يا حجي، احكي لنا شلون صنعت التنور؟ هاي عم اقول لك اني خلطت التراب بالكتيف وصرت ادقه بالمهدين. يعني ما في اصعب من هيك عملية. كم من نهار ضليتي وانت عم تصنع التنور يا حجي؟ 15 يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال الشعب السوري وبالأخص حال مدينة الرستان من معاناة. شلي هالخفانة، شلي هالخفانة. معاناة أهل مدينة الرستان. شلي هالخفانة من قبلنا. طيب يا حجي، شلون قدرت تأمن طحين؟ شو كان سعر كيلو الطحين؟ 100 ليرة. طيب أول دور، أول شو كان سعر كيلو الطحين؟ كان 50 ليرة، هلا اعطينا 100 ليرة، 95، 100، 110. طيب شو سبب غلات سعر الطحين هذا؟ والله يا خيي غلاته عند الله، ما بعرف، غالي مثل ما هو غالي عم نجيبه، شوت عينا. شو بدنا نسوي؟ غلات مادة الطحين سبب الحصار الخانق على مدينة الرسام، غير من القلة من التمار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خالتي طيب، بالأحوال العادية شو سعر ربطة الخبز هوني؟ لا أقل، لا أقل 50 ليرة، هاي القليلة هاي اللي هون بخبزوها بالرسام. لك طيب، اللي عم تيجيكم من برا شو سعرها؟ نضيع حوالي 100، 110 تتحكمها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو هي المادة الأساسية اللي بيشتغل عليها التنور يا حجي؟ الحطب. شو المادة؟ طيب عم تقدر تأمنوا حطب؟ والله عم نلقطك يا سنايدو. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضايع قمي. قمنا من الدم. خلص. هذا الطحين. ما راح ميان حيطه خالص. طعم الشباب يا اخي، طعميهم لا حول ولا قوة الا بالله. طعمي لهذا اللي عم يتعب ويحكي يا خسرتي مثل حكايتنا. لا اله الا الله. طيب يا خالتي، شو بتوجهي كلمة لبشار الاسد؟ شو ما في أسوأ من هيك وضع، وما لنا مبسوطين اللي احنا بهالحاله كليتها. شو بدي اوجه له؟ طيب وجه له. حدا مبسوط منه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بنروح بنلقط وراء العالم شويه قش ونجي بنصير نخبز. ليش الله قال هالحكي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. عم شرب شاي؟ قلت لك ما هو حمية؟ خلاص حاش حط لي عترة وحاش. سوء الحالة الإنسانية اللي بدون في الرصة. الأهالي يقنون. لكن هم حيطة بس يحنا. الخبز بسبب آلات الإسعار، الخبز التي تأتي من البلدات المجاورة مدينة الرصة. ما نخبز يا أمي، ما نخبز، حطلنا شوي هلا بس خليه يستوي الري. ما عمي ما عم نقبل حيطة، ما في مياه، هو في وقع بس عادينا شايف ما في مياه. هي فلح قطية عز. حطها عندك أنا يستوي الري. الأهالي يواجهون بعض المشاكل في خبز الطحين على التنور. عم يشد با وينه؟ هذه هي الأحطاب التي يقوم أهالي مدينة الرسن في وضعها بالتنور لتشغيل التنور وخبز الخبز. كل هالشيء دابينه في محمية الحيطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حالات مأساوية عيشها. كل عيل كل كل شايف شو في مدينة الرسن. كلها مستحي. قوم بإشغال التنور بالقش بسبب عدم تواجد الحطب الكافي لإشعال هذا التنور. حالات مأساوية يعيشها الشعب السوري وبالأخص مدينة الرصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينة الرسدان سوء الحل الإنسانية بمدينة الرسدان. عدم تواجد المواد الأساسية خبز والطحين. مدينة الرسدان سوء الحل الإنسانية بمدينة الرسدان.